بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا إيمان، فرحت لي اليوم بزاهيتينا، وكما نقولوا حنا رفعت يد القناص القريه هذه والعرب والجزائر كاملين، وشكرا لك، وان شاء الله العقوبه للميدال الذهبي ان شاء الله. هذه فرحه ان شاء الله، فرحه للجزائر كامل ان شاء الله، وسكان قريه بيبان مصباح وولايه تيرت، وان شاء الله كاع نشكروا كاع اللي ساهموا في هذا الفرح، ومرحبا بالبركه علينا وعلى هذا البطاله بهذا التتويج، وان شاء الله العقوبه ان شاء الله لا فينا ان شاء الله. الحمد لله على الانتصار، وهذه النصف النهائي والنهائي ان شاء الله راهي ليها، والحمد لله يا ربي. افتخار لنا هنايا، افتخار لنا، والحمد لله اللي جابت النصف النهائي والعقوبه لله فينا ان شاء الله. انجاز عظيم هذا بالنسبه لنا كاع القريه والامه العربيه والامه الاسلاميه. الميداليه الفضيه ان شاء الله، الميداليه الذهبيه، نقولوا لخوتنا ايمان بون كوراج، وان شاء الله العالميه ان شاء الله. نشكر على الانجاز العظيم هذا اللي شرفتنا به اليوم، ونتمنوا لها الميداليه الذهبيه في مشوارها القادم.